ازاي شاب خجول كان بيعمل موسيقى في غرفته قدر يوصل انه يبقى نجم عالمي بيملى الحفلات بالجماهير. في فيديو هنتعرف على قصه ألان ووكر المنتج الموسيقي اللي اغانيه حققت ملايين المشاهدات وخلت اسمه يتردد في كل مكان. ألان ووكر اتولد في 24 اغسطس سنه 1997 وهو منتج موسيقي ودي جي نرويجي بريطاني. يمكن اكتر حاجه شهرته ألان هي اغنيه فيدي اللي نزلت في 2015 وحققت نجاح عالمي كبير. السوق المميز في الموسيقى الاي دي ام والايقاعات القويه هو اللي خلاه واحد من اشهر المنتجين الموسيقيين في العالم. ألان اتولد في انجلترا وانتقل للنرويج وهو طفل صغير، رغم ان ما كانش عنده خلفيه موسيقيه كبيره اتعلم كل حاجه عن الانتاج الموسيقي من فيديوهات على اليوتيوب. وفي 2012 بدا يتواصل مع موسيقيين على الانترنت وفعلا بدا ينتج موسيقى وينزلها على اليوتيوب وساوند كلاود من الكمبيوتر الشخصي بتاعه في البيت. نقطه التحول في حياته لما نزل اغنيه فيدي، الاغنيه اللي حققت نجاح ضخم جدا ووصلت لاعلى مراتب في كتير من الدول. وبعدها وصل ألان نجاحاته زي اغنيه سينج مي تو سليب واغنيه ألون اللي عدد مشاهداتهم على اليوتيوب بيوصل للمليار مشاهد. مش بس نجاحات على الانترنت، ألان ووكر كمان حصل على جوائز عالميه كتير وجوائز كأفضل فنان جديد في فئة الموسيقى الإلكترونية في 2017 وجائزة أفضل فنان نرويجي. ألان مش بس مشهور بموسيقاه كمان بأعماله الخيرية. في 2018 اتبرع بجزء من عائد أغنية والفلس داون لمؤسسات خيرية، وفي 2019 اتبرع بأكتر من $100,000 لحماية البيئة وزراعة الأشجار. ألان ووكر من شاب بيتعلم موسيقى في غرفته لنجم عالمي ملهم لسه في رؤيته كتير يقدمه لعالم الموسيقى. لو عجبك الفيديو ما تنساش إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وشاركنا في الكومنتات إيه أكتر أغنية بتحبها لألان ووكر. نشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.